شح الضو شاب الفتيل هيئته خطير القنديل والعتم فض الختم صار الجرح يسهل صهيل ومن وجع ايام ع درب الرحيل يزرف دمع ع غبرة الاحلام ويموت بعيونه الكلام هونيك ع حدود الغروب في قلب كله خطايا كله ذنوب عمره ندهله من العدم تيعيش مشوار الندم وفي قلب رغم الألم ما صبح رماد بعده وهج بعده جمر بعده رهج لعياد بعده باسم الحب عالبيدر غمر سنابل سمر بعده الهنا وكل الأمر انت وأنا بعد جنى هالعمر صباح الخير قلنا صباح الخير والصباح لله صباح الخير فينا نحكي كلمة؟ لا أنا مستعجلة بعتذر فيه وصلي؟ بعرف أوصل وحدي على المستشفى؟ وعارف كمان؟ أنا بعرف كل شيء وشايف إنك شلحت الأسود كمان أنا مش عارفة عن شو عم تحكي والدكتور ما عاد موجود لحتى يحميك مني أي دكتور؟ أنت عارفة كتير منيح عن أي دكتور عم بحكي بس على كل حال مقبولة منك تعملي حالك ما إنك عارفة شيء إذا بتريد يا حضرة محسوبك زهير أي إذا بتريد أنا مستعجلة ماني معودة أحكي مع ناس ما بعرفهم ولا حتى بدي أتعرف عليهم زيح من طريقي خاطرك دوموزيل هنادي بوعدك رح أرجع أشوفك مرة تانية أمار 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 شو فيها أمي نقصتيني
انا شو بني ولا انت وعي رح يوصلوا العرسان؟ مش لابقين لبعض يعني؟ مش لابقين؟ بلا لابقين، والله يهنيهم وعقبالك. عقبالي؟ اي متى؟ اي متى رح يجي فارس احلامي؟ على حصان امي يطيختني على دنيا الحب. خلص امان، رح يوصلوا العرسان وما بقى معنا وقت كتير. نزهة امال، يلا الكل صار بالصالون. حاضر ست سامية، حاضر. اهلا بالعروس. احلى عروس والله. يا هلا. واحلى عريس كمان. كيسكم؟ كيسكم، نفرح منكم. مبروك يا عروستنا، ان شاء الله بتتهني كثير. هالعكس كمان ما في شيء كثير عليكي ابدا، الله يهنيكي. شكرا. انا محضر كلمتين حابب اقولهم. يا عريس يلا هات نشوف. اطربنا. انا خلقت وربيت وكبرت بهالضيعه، من وقت ما خلقت ما تعرفت على وجه امي. الوجه الوحيد يلي رباني وكبرني وعلمني كان وجه بيي طنوس، كان هو عائلتي الوحيده والصغيره، كان امي وبيي وخيي. بس هلا عائلتي كبرت، صرتوا كلكم عائلتي، وقفتوا حدي سندتوني وساعدتوني. بدي اشكركم واحد واحد على كل شيء عملتوه لالي انا او لحنان. كيسك يا بيي، يا احسن بيي بالدنيا. الله يوفقك. كيسكم جميعا. كيسكم يا جماعه. ايويها عروستنا الحلوه. ايويها ان شاء الله بتتهني. ايويها وغير العريس ما تحبه. ايويها وعرش قلبه بتربع. حبيبك. شكرا. منك ليه بعد ما تجوزت لهلا؟ بعد ما لقيت بنت الحلال. مع انه انا اكيد انه في كتير بنات بتتمنى ولو حتى نظره منك. مش لهالدرجه. مستخفت حالك كتير؟ اكيد لا، أنا بعرف قيمة حالي كتير منيح، وبعرف إنه الإنسان اللي بيقلل من قيمة حاله بيخسر. الإنسان اللي بيعرف موقعه ومكانته ما بيغلط بالاختيار، ما بيتعدى على ملك مش ملكه. مع إنه كل المطارح فيها تكون لك إذا بدك. مزبوط، إذا بدي. بس أنا ما بدي. Thank you.
شو؟ هي متى الأرسال نزلين على تعنيل؟ الليلة رح ناموا عند الطنوس بالبيت وبكرة رح يروحوا على بيتهم الجديد. بتعرف يا باتريك؟ هيدا أفضل حل قدمنا لهم إياه. هون بقبلة هشام رح يرتاح، وحكي الناس رح يضيقوا. مظبوط. على كل إن أنا بحاجة لحدا يسلم إدارة المزرعة، وما رح لاقي حدا أمين أكثر من هشام. مالك حق. نظرة من عيونك بتحيي الروح. عن جد؟ جد. يلا. شيل. سك. مبلغ ناقص. هات الباقي. بعرف انه المبلغ ناقص. فكرة بدي ادفع لك المبلغ كله. انا بحب التقسيط، انا بحب قصت. يي حبيب انت ما بتشبع؟ لا انا في جعان، انت مرة ما بين شبع منك. شيل ايدك عني. من شوي كانوا ايدي الاثنين عليكي، هلا شيل ايدك عني. ايه ممنوع اللمس حبيب. خلاص بدي بتا. انا ما بدي بتا، ما بدي بتا. بعد مرة واحدة وأخيرة حبيب، أخيرة، فاهم؟ ما بعرف لا وقتها. طول إشارة مني. نعم بتاعت، بعتقد انها نامت من دمان. طيب انا رح فوتكم كمان. يعطيكم الف عافيه. وعبالك يا امال. شكرا استاذ. صباح خير. وانت من اهله. مسكين شو مخدوع. امال شهد شوي، بدنا نخلص ونروح نرتاح. عم بشتغل، شو شايفتيني عم بلعب؟ ما علموك اهلك تدق على الباب قبل ما تفوت؟ وانت ما علموك اهلك انه ما بيتركوا الضيوف وبفلوا؟ شو نسيتي انك ست البيت؟ حلوه هيدي ست البيت. ليه هيدا بتعتبره بيت؟ هيدا كله الا بيت. فيك تعتبره حبس، فيك تعتبره منفى، بس مش بيت. بيت قال. شوفي زينة، فيك تعتبري اللي بدك اياه، بس هيدا بيتي وانا مبسوط فيه، وطالما انت مرتي رح ضلك عايشة فيه من هلا لآخر يوم بحياتك، عم تسمعي؟ بعدين عايب يتركوا الضيوف هيك، هيقلة تهذيب وعدم لياقة. بكرهك بكرهك. لا بتشوفي أنا بعدك بتيابك على أساس بدك تنامي. لا أنا ما فتت على الأوضة لنام، فتت على الأوضة لأني مش طايقة القعدة معكم ومعك بالأخص. شو ميكسكيوز؟
أنا مش مبسوطة يا بي، حاسة حالي وحيدة وما في حدا أوثق فيه ولا أحكي معه. عم عد الساعات والأيام اللي بتفصلني عن الرجعة لعندكن، بس أنا بحاجة بعد لشوية وقت. أما بالنسبة للمبلغ اللي بعتته، فيك تتصرف بقسم منه، جيب لأمي هدية وإلا أنه مني وإني مشتقت له. أما الباقي بتمنى عليك تحتفظ لي فيهم معك لليوم اللي رح أرجع والتقي فيك يا بي. الله يسامحك يا زينب، خربتي حياتك وخربتي حياتنا معك. الله يرجعك بالسلامة يا بنتي. لازم استردهم بأي ثمن. دكتور نجيب؟ أهلا سلمى، فوتي قعدي. يعني منيح اللي وصل هالمكتوب تشفناكي. من وين؟ مكتوب إلك من أبلح. إلي أنا؟ من أبلح؟ المكتوب من حنان. صحيح، شو بتخبرك فيه؟ حنان لقيت عريس وتجوزت من شهرين، هلا ساكنه هي وجوزها بتعنيل بمزرعه الدكتور باتريك، هن عم يهتموا فيها. صار عندها بنت سمتها سلمى. حلو حلو كتير، حنان بتستاهل كل الخير. ما خبرتك شي عن اخبار الدكتور باتريك؟ من زمان ما سمعت اخباره. لا ما جابت سيره الدكتور باتريك. طيب أنا رح أستأذن، صار لازم كفي شغلي. طيب ما تطول الغيب علينا. حاضر. شو الحكيم؟ شو المشكلة؟ ابدا ما في مشكله، العوارض اللي عم تحسي فيها هي عوارض حمل. حمل؟ انت اكيد؟ ايه انا اكيد. انت ليه مستغربه هيك يعني؟ انت مره مجوزه ولازم يكون عندك ولد، ما هيك؟ بلا بلا، طبيعي طبيعي. مبروك باتريك، رح ينبسط كثير بالخبريه. هيك رح ينبسط. زينة شو بك؟ زينة بعتذر، مش عارف اعمل شيء، صحيت كثير بالخبريه. يمكن لانه امي مش حتي عرضني حكيم.
بشكرك على وقفتك حدي. هابسنك. شو اخبار تعنيل؟ كتير منيح. بدك المزبوط دكتور، ما كنتش متوقع من هشام يكون عقد المسؤولية، طلع عد الحمل وبزيادة. عظيم عظيم. بتعرف عم فكر زوره بركي جمعة الجاي إذا قدرت تتحمل الطريق، لأنه رجلي هالفترة كتير عم توجعني. والحل دكتور؟ هيك بدك تضل موجوع ومتضايق منها؟ بالوقت الحاضر ما في حل. دخلك شو صار بحبيبك؟ اختفى بليلة ما فيها ضوء قمر، ترك لنا بنته هون. ما بعرف كيف اختفى، بس هيدا الزلمة عنده علاقات كتير برات الطريق، وكان يغيب من وقت للتاني، بس هالمرة طول الغيبة وما بعرف لحد هلأ ليش بعد ما رجع. أبصر، على كل حال أنا أعطيت أوامر حتى يهتموا بعبير لبين ما يرجع. زينة؟ لك شيء؟ لا تعبني شوي، أنا رح أفتح الأوضة. شي ست زينب، شفتك راجعة عالبيت وحسيتك تعبانة وزعلانة، في شي؟ بقدر ساعدك بشي؟ أكيد فيك تساعديني، نحل المشكلة. تفضل سلمان. فوتي مرت غالي. شو عم تعملي؟ ماشي عم طب غراضي. ليش بدك تساعدك بشي؟ لا ابدا. ليه ما عندك شغل اليوم؟ لا اليوم فرصة، قلت بستفيد من الوقت شوي وبضبط فيهم غراضي. خي لكن شو رأيك اليوم نروح انا وياك على السوق؟ ايه ليش لا، فكرة. شو بدك تجيبي؟ مش لقلي لخالي فريد قرب عيد الميلاد بدك تجيبي له هدية، ما هيك؟ ذكرتيني بالعيد. لا والله ما قلي نفس، لأني مش مبسوطة السنة وزينة مش معنا، بس كتر خير الله يا بنتي اللي في انتي معنا، متلي علينا البيت. ما قلتي لي شو بدك تجيبي؟ عم فكر انه انتي ناقصك شوية كتير. قلت بنمرق عند خالك منقص قماش ومنكفي عند الخياطة بتفصل لك ياهم، شو رأيك؟ ما قلتي لي شو رأيك؟ وفينا كمان نكفي نروح عند الحلاق وفينا. انت بتعرفي ان انا بحبك كتير، ما هيك؟ اكيد. وبتعرفي كمان اني رجعت على البيت كرمالك انت وبس. زينة بأبلح ببيت جوزة، واللي قبالك هون هي انا سلمى. اذا بتريد أنا لا بدي أكون مثل زينة، ولا بدي أتمشط مثلها، ولا بدي ألبس مثلها، ولا حتى بدي نام بأوضتها. بترجاكي تسامحيني، بس أنا ما فيني أكون زينة. سامحيني، بس صدقيني أنا مشتقت لك كتير كتير كتير، وما بعرف ليه عندي إحساس إنه رح أرجع أشوفها أبدا. ليش عم تحكي هيك؟ بكره بيجي الربيع وبيدوب الثلج، وبتطلعوا أنت وخالي فريد لعندها بتقضوا كم يوم. قولك سامحيني حبيبتي، مش بقصدي أذيك. أنا مش زعلانة منك، ما بقدر أزعل منك. قومي
رايك نروح عند ماما فدوى نشرب عندها فنجان قهوه بدل قعدتنا بالبيت؟ مثل ما بدك. تقوم حضر حالي. ساميو اخيرك تساعديني. يلا. اي لحظه. شو بدي حالي؟ يلا وصلنا وصلنا على التخت. شو بدي حالك شوي؟ خلصنا. خلص. ايه خلصنا خلصنا. هلا رح نوجه شوي بس بكره تقومي احسن. اخيلك ساميه اخيلي حسان رح موت. انا رايحه اعمل لك فنجان سخن. هلا برجع هلا برجع. Thank you.
هي تاني مرة بسألك ما بتجاوبني. شو اللي صار؟ نظيف قوي. من شو؟ شالت الولد عند وحدة جزارة تسببت بموته. شو؟ مش عم بفهم ليه بدها تشيل الطفل يعني؟ لما راحت لعندي على عيادي وخبرتها انها حامل حسيتها انها مش مبسوطة وكأنه هي ما بدها ولاد. ليش راحت لعندك على عيادة؟ بصفتك شو؟ كيف يعني بصفتي شو؟ بصفتي الدكتور؟ ليش ما اجت لعندي؟ ما فهمت. ما عندي تفسير. هيدا الشيء حيرني انا كمان. وعمل حالك ما معك خبر. خبر شو؟ شوف مالك، لو ما كان البيت مليان ناس كنت فرجيتك قيمة نفسك. باتريك عم تحكي معي انا هيك؟ سمعت شو قلت لك؟ لو ما كان البيت مليان ناس كنت فرجيتك قيمة نفسك وطردتك منه. باتريك انك مضطر تطردني من بيتك. انا رح فل وحدي. رح اعتبر تصرفك معي هلا هو نتيجة الصدمة والزعل. بس رح ارجع. رح ارجع واعرف ليش تصرفت معي هيك. فكر منيح بتعرف. انا فل. بيقدم تفل هلا. شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ تركت ابن عمك وحده يوم عزا مرضه في الليل. في عندي شيء ضروري لازم أقوله. يعني شو بدي اقول لك؟ جرب ما تتاخر، ارجع بسرعه. شو أقولك يا حكيم؟ شو بني؟ دكتور مالك عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك. ما بك شي. بعت وراي استاذ؟ بالنص بدي هيك تنزل على سنترال زحلة تتصل بالدكتور مجيد وتخبره عن وفاة زينة. هو بوصل الخبر لأهله بمعرفته. صحيح، يمكن تكون هي أسرع طريقة ليوصل الخبر. معك حق. بعرف رح تاخد وقت معك الطريق لأنه الطريق مقطوع، بس ما عنا غير حل. ما كان فينا ننطرهم تيجوا يحضروا الدفن. أكيد رح يزعلوا مني هلأ ويحدوا علي زيادة. اللي صار مفاجئ وبيوجع كثير. الله يرحمه. سامية؟ نعم. مين دل زينة على المرة اللي رحت لعنده؟ ما عندي فكرة أستاذ باتريك. ما بعرف مين دل على هيدي المرة. مثلي مثلك. أصلاً أنا ما شفتها غير بس عيطلي بنص الليل. أنا بمكتبي. الحقيني بالكونياك. حاضر دكتور. حالك ما معك خبر. خبر شو؟ فكر منيح بتعرف.
مش هون، ظهر وما بعرف ايمتى بيرجع. ساميه بدي اسالك، انت كنت بخدمه الست زينه قبل ما تموت؟ نعم. عندك علم لي اجرت الطفل؟ صحيح انا بشتغل هون، بس ولا مره تدخلت بامور الست زينه. اصلا كنت حس انها لا كانت تحبني ولا كانت ترتاح لي. اكل حال انا رح ارجع بس يكون باتريك موجود. بتشرف دكتور مالك. شكرا سامي. بعد تراي دكتور مجيد؟ خير في شي؟ اجاني اتصال من أبله. بشي دكتور باتريك؟ مش هو. مين لكن؟ زينة. زينة؟ شو بها؟ سلمى، أنا بعرفك قوية، مشان هيك بعت وراكي أنت بالأول لنقدر نحضر حالنا. عشو بدنا نحضر حالنا؟ الظاهر إنه زينة بنت خالك كانت حبلي، والظاهر إنه كمان ما كان بدها أولاد. ما فهمت. يعني كنت بدها تتخلص من الطفل. تتخلص من الطفل؟ ليش؟ ما عرفت السبب. اللي عرفته إنه راحت لعندي وعملت لها عملية إجهاض، وهالشي تسبب لها بنزيف حاد، نزيف قوي كتير، وهالنزيف تسبب بوفاة زينة. ماتت؟ زينة ماتت؟ صدمة كبيرة، كبيرة كتير. أنا عارف، بس يا سلمى أنا خبرتك بالأول تنلاقي طريقة نخبر فريد وليلى. أنا وزينة ما كنا أصحاب، بس بتبقى بنت خالي. هدلي، كيف تخبر طوط ليلى وخلي فريد؟ ما بعرف شو رح تكون ردة فعله. مشان هيك لازم تكوني حاضرة لتوقفي حد مرت خالك. المهم هلأ دكتور وليد رح يروح معك على بيت خالك للأسف تنقلوا لهم هالخبر البشع، وأنا بس خلص اجتماع ببقى بمر صوبهم. ليك يا عبير، إذا ما طلعت هلا رح تب القتل وما رح تخليك تيتلي. معقول هيك يا أمي؟ ما قضيتها تحت الطاولة؟ تركي يا لهالمعطرة، ما بكفي بيا راح ولا هلا ما رجع؟ مزبوط، بدي هالخبرية. قولي رح له مع شي وحدة؟ سكتي يا بنت، عيب تحكي هيك. بتعرفي؟ من وقت ما اختفى بيا وهي بهالحالة بتضلها مخباية وما بتحكي مع حدا. قولي شفت لها شي شوفة؟ والله ما بعرف، نحن علينا نهتم بهالبنت مثل ما طلب الأستاذ، لا أكثر ولا أقل. هيدي إذا رجع بيا. سلمى شو في خير؟ سلمى شو في؟ طوط ليلى في خبرية بدي خبرك اياها.
خير يا أمي؟ شو؟ هي خبرية مش حلوة. يعني عن بنتي زينة؟ شو عاملة؟ Thank you.
شح الضو شاب الفتيل هيئته خطير القنديل والعتم فض الختم صار الجرح يسهل صغيل ومن وجع ايام ع درب الرحيل يزرف دمع ع غبرة الاحلام ويموت بعيونه الكلام هونيك ع حدود الغروب في قلب كله خطايا كله ذنوب عمره ندهله من العدم تيعيش مشوار الندم وفي قلب رغم الألم ما صبح رماد بعده وهج بعده جمر بعده رهج لعياد بعده باسم الحب عالبيدر غمر سنابل سمر بعده الهنا وكل الأمر انت وانا بعده جنى هالعمر سلمى شو في خير سلمى شو في دونك ليلى في خبرية بدي خبرك اياها خير يا امي شو هي خبرية مش حلوة يعني عن بنتي زينة شو عاملة؟ ظاهر انه زينة حبلت ايه خي ايه بس ما كان بدها الولد ليه؟ قررت تنزل الولد تنزل الولد؟ ايه كيف بتفكر انها تشيل الولد من بطنها كيف؟ وهيئتها راحت عند داية بس ما كانت كتير شاطرة ايه انه يعني لازم اطلع لعندها؟ وهيئتها هالداية تسببت بنزيف كتير قوي لزينة هي وين؟ بالمستشفى؟ هلا بهيك وضع الغلطة اللي عملتها زينة هي انه رحت عند الداية. الأمر إلكم. زينة ماتت؟ لا لا قولي لي مش عم نحكي مظبوط دخيلك يا سلمى قولي لي مش مظبوط يا سلمى قولي لي مش مظبوط يا دلي يا دلي دخيلك يا دخيلي يا بيه يا بيه صبية مثل الورد يا معطرة يا ليلى يا معطرة كيف بدك تعيشي من دون زينة كيف؟ هلا بعرف انك زعلانة على موتة زينة بس ما تزيدي الطين بلة لازم تكوني قوية هلا حدها ايه معك حق يا دكتور بس مش بإيدي زينة كانت مثل بنتي يا دعان هالصبي هلا هي لحد الله نايمة ومرتاحة بدي منك تضلك حدها أكثر من غير مرة مفهوم؟ شو في شو عم بصير هون؟
بيسوى هيك بشرفك روق؟ كرمالي روق؟ شو اللي بيسوى فيك تقول لي؟ لا ماشي اقعد اقعد اقعد. شو اللي بيسوى؟ فريد والله حياتي كلها ما بقى تسوى شيء، حياتي كلها ما بقى تسوى شيء من بعد زينب. لشو حياتي انا هلا؟ فينك عارف؟ لشو حياتي؟ عشتي كلها لشو؟ يا فريد يا حبيبي روق لي بالك، والله ما بيسوالك هيك. الله يرحمها زينة، بس هذه إرادة الله والحياة لازم تكمل. شو بنعمل؟ كرمال مين؟ من وقت ما تجوزت هذا الفرنساوي أنا عرفت إنه ضاعت بنتي، من وقت ما أخذها وبعدها عني عرفت إنه زينة مش رح ترجع لي، مش رح ترجع لي. هيدي زينة، أنت شو عم تعملي هون؟ أنت السبب اللي صار، أنت السبب بموت بنتي. اقعد اقعد. شو عم تعمل؟ شو جنيت؟ ايه جنيت. روق لي بالك. بدي جن؟ مش عادل بنتي تموت وهي تبقى طيبه؟ هي السبب بموت بنتي، لو منها ما كان صار اللي صار. يا فريد يا فريد يا فريد، لا تاخذني على بالك هالكلام، بس هي بنتك زينه اللي كبت حالها على باتريك، مجبوره لك هيك، بدك تروق. فريد كرمالي ما في الا سلمى فيها تهتم بابي ليلى. انت بتعرف اعصابها منهارة، شو بدك تزيد على قلبها كمان؟ ها؟ قل يا فريد. فريد بعرف انه هلا الفتره صعبه، فتره حزن وصعبه عليك، والله فهمانك والله فهمان عليك، بس لبنها انا بعرفك انت قوي فريد كرمالي، قوي لي حالك كرمال الست ليلى. كنت عارفه انه هيك رح يصير. يعني هلا رجعت حر؟ ما بحياتك كنت مرتبط. يعني معنى الحكي. هذه مرحلة من حياتي أنا مرة بنسيها للأبد. وأنا هون مستعدة أنسيك حتى نفسك. هو أصلا لو ليكي أنا ما كنت تحملت اللي صار معي. أنا بحبك ومستعدة أعطيك عمري كله. شو بعد بدك؟ ما كفيك اللي أخدتيه؟ بعد شوي صغيرة ما بيضره، أنا خدمتك خدمة كبيرة. خدي هيدي آخر مرة بشوف صورة وجهك، فهمتي؟ هيك أحسن، بوعدك ما رح تشوفيني بقى. بتمنى. بخاطرك. هيدي كمان لازم تخلص منها بحيلا طريقة. مش رح اسمح لها تهددني بقى. من يوم اللي توفت زينة ما عدت زرت ابن عمك، ليه؟ شو السبب؟ ما في سبب، أنا مشغول وهو كمان. الشغل ما بيمنع ناس تزور بعضها بوقت المحن، ما بتعتقد هيك؟ أمي، في ناس بوقت المحن بتحب الوحدة، وابن عمي هيئته من هالناس. بخاطركم. مع السلامة. هذا مش من عادة مالك، إذا كان بيوقف حد الناس اللي ما بيعرفهم فكيف إذا؟ مش معقول، هذا مش طبعه، مش مصدقته. ولا أنا، بس مش من السهل تخلي خيك مالك يحكي.
بركي بنقدر نعرف من باتريك او ليك. ايه لي لا هيك رايحين نزوره نستنب شو نجرب نعرف شو في بينه وبين مالك. بعدين انا رايي لازم نكتر زيارتنا عند ابن عمي. ليه بقى؟ لانه ابن عمي ولازم نوقف حده بمحنته ولانه صار ارمل وبحاجه لحدا يهتم فيه وينتبه عليه. شو عم بتفكري يا بنت؟ ماشي بك مش عم تفهم علي. عم قل لك ابن عمي صار اعزب. فهمك كفايه. الله يساعدني عليك. امي عم قل لك انه صار اعزب والقريب اولى من الغريب المعروف. شيء مسكيني صدمة كبيرة. أكيد صدمة كبيرة. صار لها هالحالة من وقت ما عرفت بوفيت زينة. طلع قاعدة هيك بقوم من تخطى وبتقعد هون كل النهار لا بتحكي ولا بتشكي حتى ما بتاكل إذا أنا ما طعميتها. هيك بتطلع شيرتي بتطلع بالمشي. ليلى 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 أنا فدوى جاي أقعد معك اليوم لأنه سلمى راحة على شغلها. ما تعتلي همها رح أبقى حدا حتى ترجعي من الشغل. أنا مش عارفة كيف بدي أشكرك. دكتور مجيد قال لي انه فيني ارجع المستشفى ساعة اللي بدي بس انا هيك حاسه حالي مخنوقه عبالي اقدر اشم شويه هوا. خلص قلت لك ما تعتلي همها انا حدا حدا لحتى ما ترجعي من شغلك. اذا هي عامله اكل ما بده الا تسخين. خلص حشتعطي اوامر قومي فلي على شغلك. بشكرك. خير دموزيل هنادي. صرنا زمان ما شفنا هالوجه الحلو. شو ما عم تروحي على المستشفى الهيئة؟ بعدين شايفك رجعت لبستي الأسود. حيدة على بنت فريد القماش؟ دخلك مش هي اللي جوزها الحكيم باتريك؟ شو بتكن لك قرابتك؟ فيني أعرف شو بدك مني أستاذ زهير؟ عظيم، حفظتي اسمي، إشارة منيحة. ما جاوبتني على سؤالي، شو بدك مني؟ ليش كيف ما ببرم بلاقيك بدربي؟ لتتعودي على وجودي حدك. ولشو بدي أتعود على وجودك؟ لأنك بتعجبيني، بتعجبيني كثير. لك إذا بتريد أنا بنت عائلي ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة. وأنا قصدي شريف بس أنت ما عم تعطيني مجال أعبر لك عن اللي ببالي. ما بيهمني اللي ببالك، حل عني روح فتش عم بتغيري. شيلك عني. وراكي وراكي والزمن طويل. يا طنوس شو رأيك نروح على المزرعة بتاع نايل؟ هيك منزور هشام وحنان. والله كنت أنا عم فكر هيك بس قلت يمكن تكون تعبان وبتفضل تروح على البيت. هلا لا تعبان تعبان بس معلش بنرتاح عند هشام وبنطمن عن اخبار المزرعة. شو رايك؟ يلا عند هشام عند هشام. مرحبا. مرحبا. اجت الست هنادي اليوم؟ نعم اجت. بدي اشوفها. سهيل جيت والله جايبك. عشر دقايق وبرجع لحقني عايزتك. حنان زاري مين جايب لك معي؟ استاذ باتريك عم طنوس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك يا حنان؟ ان شاء الله منيحه. كيف بنتك الصغيره الحلوه؟ نحن منيح الحمد لله. والله انا وطنوس كنا بزحلي قلنا بنقطع بنطمن عنكم قبل ما نروح ابلح. منيح اللي جيتوا. في كم مساله بخصوص المزرعه بدي اخذ رايك فيها استاذ باتريك. شفت يا طنوس قلبي كان حسسني.
اكيد بتكونوا جوعانين، رح افوت اعمل لقمه تاكلوها. لا يا عم لا تعذبش، بعدنا اكلين هلا. لا ما رح اقبل، معقول تجوا لعنا وما نعمل من قيمتكم؟ يلا. والله انا بدي صحن تبول غير شكل من ايدك من خيرات هالارض. ايه ما تكرم، من هالعين قبل هالعين. يلا تفضل اس. ايه هشام شو اخبار هالمزرعه؟ تمام تمام تفضل. حرام ست زينة يصير فيها هيك، ما كنت تستاهل تموت هالموتة. الإنسان بيحصد اللي بيزرعه يا سهيل. ولو؟ ليش عم تحكي هيك؟ حرام نحكي عن الموتى. أنت إنسان كتير طيب بتعرف. إيه هاك الحال، منيح اللي جيت شفتك هون، ما رحت عبيت خالك، كنت خايف إنه مش حاطني عفوا. كيف قبلين إنك تعيش عنده؟ غصب عنه، أكيد مش برضاه. على كل حال منيح اللي ما رحت عبيت خالي، هذا الموضوع اللي كان بدي أحكيك فيه. ليش شو فيه؟ كل ما بطلع من البيت بلاقي زهير مقابيلي. زهير؟ مين زهير؟ زهير معلمك، ليش في غيره؟ وليش بده يضل ناطرك زهير؟ معجب. دخيلك يا سهيل، يا ريت فيك تشوف لي عشو ناوي. كل ما بطلع من البيت بلاقي حدا من زلمه ناطرني. اوعك تخليهم يحسوا إنه نحن منعرف بعض. فهمت، طمني ما رح خليه يلمس شعره منك. انت بتعرف انه انا بطمن بالي لما بتكون هون يا سهيل، بس سهير خايفة منه. ما تخافي طمني، انا رح ضل حدك وما رح اتركك ابدا. اوه بعدك وليمة، بدها فنجان قهوة. سلمى نامت عمي؟ ايه نامت، تقبرنا شو عقلي. طيب صار لازم تفرحوني بشي حفي. شو بكم؟ شو في؟ قول مبروك يا بي، حنان حبلي. صحيح؟ ولهلأ تحكيته؟ مبروك يا بنتي مبروك. هلأ صار بنا طنوس صغير. ليش تقولي لك عليهم شوي؟ مبروك يا هشام. مبروك يا حنان مبروك. شكرا. أنا كمان بدي أشكرك لأنه قدمت لنا بيت وسقف لعائلتنا صغيرة. أنتوا ما في لزوم تشكروني، أنتوا إذا أقل شيء أنا ممكن أعمله معكم. على فكرة عندك أخبار من بيروت عن سلمى؟ لا ما عندي أخبار من بيروت. يا ريت منعرف شي عنها، أخبارها، أحوالها، اشتقت لها كتير. شو طنوس نمشي؟ نتكل؟ يلا أستاذ يلا، خليكم نقضوا الليلة هون، بكرة الصبح بتروح على قبلها. لا معلش هشام، بس إجري بلشت توجعني شوي، خليني أروح على البيت. على راحتك أستاذ، مع إنه كان بيسعدنا طبوا عنا. الله يخليك. يلا شفناكم. بدك شي يا ابني؟ ابدا رضاك يا بيي وبس. يلا الله يخلصك بالسلامه. تفضل استاذ. يلا بالاسم ابو على الطريق. صدقيني ما عم فيي خلص، ما اكلت شيء، مش قادره كرمالي. حياتك معاش خلص، ما تزعلي مني. خلص على راحتك. انا مش زعلانه منك، انا زعلانه عليكي. لازم تاكلي لترجع لك صحتك. ترجع لي صحتي؟ اشوف شو بدي صحتي؟ بدي روح ساعد بنتي وربي لها ابنها. لشو عايز الصحة؟ يا ريتني ماتت، يا ريتني ماتت قبل ما بدي اشعوك يا بنتي روحي. انا ايما افتح لي. طب ليلى ليك مين اجى عندك؟ مرحبا ست ليلى. كيفك اليوم؟ كيف بدي اكون؟ مثل امبارح، مثل بكره. لا انا شايفتك احسن بكثير. ايه وكيف لك؟ كنا عم ناكل قبل شوي.
برافو. شو رايكم نطلع نشرب فنجان قهوه على السطيحه برا؟ كثير حلو الطقس، الشمس بتاخذ العقل. يلا سلمى تيجي شوي. يلا سلمى. هيدا الزلمة اللي واقف هنيك بتعرفيه؟ ايه بعرفه، مش أول مرة بشوفه هون، كل ما بيجي بيكون تحت. هيدا مرافق زهير. شو عم يعمل هون؟ عم براقبني. شو بده منك؟ الحقيقة له فترة عم براقبني بس أنا مش من زمان انتبهت. زهير شو بده منك؟ على عجبته. طلبت من سهيل يعرف لي شو الموضوع، قلت له ما يقرب صوب البيت مني مشان ما ينتبهوا انه نحن بنعرف بعض. خوفتيني يا بنتي. هذا زلمه وسخ ومأذي وخطر. دخيلك انتبهي على حالك. بتخاف علي؟ انا قد وقدود. شو عم تتطلعوا؟ ابدا طنط ليلى، يلا اظهروا، كنا عم نشوف القعده برا، رح الحقكم بالقهوه. يلا ست ليلى تفضلي. سلام كبير. ايه صابر، شو بك؟ عندي لك شوية أخبار رح تبسطك كتير. هات نشوف. خير؟ أول شيء سليمان رجع من أبلح وقال لي إنه خلص المهمة يلي كلفته فيها ست سامية بنجاح، وهلا رح يرجع يستلم محلي بمراقبة بيت فريد. عظيم، معناتها خلص على الست؟ سكتها للأبد وما رح تزعج بقى الست سامية. عظيم. وغيره؟ والمسألة الثانية والأهم، بنتي يلي اسمها نادي. ايه، عرفت شي جديد عنها؟ معلومة مش أكيدة منها بس رح أتأكد. حس إنه في شبه كتير كبير بينه وبين يلي اسمه صبي سليم. شو قصدك؟ قصدي انه حاسس بس مش متأكد انه نفس الشخص، نفس المشي، نفس الطول، نفس تكوين الوجه. انت متأكد؟ شبه متأكد، بس لازم اعرف ليش كانت بتخبيه بتياب صبي. اذا المعلومة اللي عبتقولها صحيحة، معناتها في عندها سبب كتير مهم خليها تتخفى، وهيدا الشيء بنقدر نمسكه ضدها. ما هيدا اللي لازم اعرفه. بالمستشفى ما كان حدا عارف وين اختفى سليم، واذا كانت هنادي قريبة فدوى فليش لا تسكن ببيت فريد؟ معك حق، على الارجح انه هي ما تكون قريبة فدوى، ممكن كتير انها تكون قريبة فريد. بالضبط بالضبط يا كبير. برافو صابر، برافو، هيدي النقطة اللي بدنا نعرفها. صار قريب الفرج. أنا قلت لها ما رح تفلت مني بالسهل. أنا زهير كامل، واللي بدي إياه بحصل عليه لو مهما كان الثمن غالي. أنت ابن عمي الوحيد، ونحن ما عندنا قرايب، خاصة من بعد ما فل عمي نزيه وأخذ عيلته معه على الأرجنتين. من وقتها نحن عم نصلي حتى ترجع أبلح، بيصير في عنا عائلة وناس حدنا نحبهم ويحبونا، يهتموا فينا ونهتم فيهم. وهالقد كنت حاسة بالوحدة؟ ايه والله يا ابن عمي، كنت حاسة بوحدة كبيرة. بتعرف كنا حاسين حالنا مقطوعين من شجرة، بس هلأ خلص جيت انت ومليت علينا حياتنا. بتعرف أهل أمي بزحلة ما بيزورونا كتير. بس البركة بمالك، أكيد بيكون قدها وقدود. أكيد، بس مالك دايما مشغول بالعيادة، إن شاء الله أنت ما تكون مثله على طول مشغول وتعطينا شوي من وقتك. سوريا تركي ابن عمك على أحده. لا معلش، خليها تحكي رأيها. سوريا بنت عمي وأنا مثل خيها، يعني هي مثل أختي، فيها تحكي معي البداية ولا أنا غلطان؟ لا مش غلطان، بتمنى ما كنت مديت بالحديث وزعجتك. لا ابدا ما زعجتيني، انا بقدر صراحتك. هلا انا ما عشت بعائله، اعتبركم انتم مثل عائلتي.
مرت عمي مثل امي وانت مثل اختي. ومالك ما بتعتبره مثل خيك؟ مالك مبلا اكيد اكيد. بما انك بتعتبرني مثل امك بدي اسالك سؤال يا ابني، صاير شي بينك وبين مالك؟ لانه حاسه انه ما عم بتشوفوا بعضكم بهالايام. لا ما في مشكله بيني وبين مالك، المشكله انه هو مشغول بعيادته كل الوقت وانا غبت فتره عن ابلح وطلعت على زحله وانشغلت بالمزرعه، يعني شغل بشغل. بس هالشي ما بيمنعك تزور الناس اللي بحبوك. ضلك طلع علينا باتريك، احنا بنحب نشوفك كثير. مين بيعرف يمكن هيك تتعود علينا ونصير مهمين بحياتك. ان شاء الله خير. شي تاني دكتور؟ تخلي حدا يفوت لعندك اللي ضل وحده مثل ما سعيد. اهلا استاذ، تفضل شو فيني اخدمك؟ عندك قماش حلو؟ كتر خير الله. منين عادة بتجيب قماشاتك؟ عادة من التجار. ليش عم تسأل؟ هيدا حرير هندي ما هيك؟ هندي؟ نقي الثوب اللي بدك اياه لفرجيك. دخلك مش هيدا الحرير الهندي اللي عم بيقوله عم يفوت تهريب على البلد؟ استاذ انت جاي تشتري ولا جاي تحقق معي؟ سيد عرفك على حالي، اسمي زهير كامل وجاي لعندك وقصدي شريف. ما الهي قصدك شريف؟ لانه من اول ما فت على المحل وانت قاعد تطلع
وتسأل أسئلة ما لك علاقة فيها. يمكن معك حق. رح أترك الأسئلة اللي ما لها علاقة فيها لغيري، ورح أنتقل للأسئلة اللي جاية كرمالها. تفضل. بدي منك معلومة صغيرة هالقد. البنت اللي ساكنة ببيتك قريبتك؟ هي مجرد ضيفة لا أكثر ولا أقل. بس هي عايشة عندك على طول. شو عم تراقبنا؟ عم راقبها لا، هي اللي بتهمني، غيرها ما بيهمني. إذا ما قلت لي مين بتكون؟ قلت لك ضيفة بعت لنا إياها دكتور مجيد من المستشفى حتى تقعد حد مرتي بمحنتها. أكيد أنت عارف إنه بنتي توفت. الله يرحمها، مش هي اللي كانت مرت الحكيم باتريك؟ شو الهيئة بتعرف كل أخبارنا؟ كرمال هيك إذا ما بدك تقلي مين البنت الحلوة اللي عايشة ببيتك رح أعرف. هلأ أو بعدين رح أعرف. أما بخصوص الأسئلة اللي ما إلي فيها رح شيرها لشي ضابط فرنساوي، هي من صلاحياته أكتر مني، ولمعلوماتك عندي كتير رفقة بيناتهم. خاطرك أستاذ فريد. بالإذن، نهارك سعيد. نهارك سعيد. دخلك هذا مش زهير كامل؟ تعرفه؟ لك هذا تاجر كبير على البور، بس بيقولوا عنه زعورة وسجله مش نظيف، بس ايده طايلة مع الفرنساوية. دخلك شو عم يعمل هون؟ شو بيعرفني يا زلمة؟ الله يستر، بس هيئته ما عجبتني ابدا. تفضل دكتور. شكرا سامي. تفضل. رح اعطيه خبر للاستاذ باتريك انك هون. عملي مقلوب، بدي اعزمك. شو بتحب تشرب؟ سلامتك، ما في اتاخر. مثل ما بتريد. باتريك، لازم تكون رقت حتى اقدر اتفاهم انا وياك. انا من الاول رايق وما في شيء نتفاهم عليه. بلا، في كتير اشي نتفاهم انا وياك عليها. بدي اعرف شو السبب، بدي اعرف ليه عم تتصرف معي هيك. افتكر انك بتعرف، اذا بتفكر منيح بتعرف. فكرت كتير منيح، ما كنت اعرف شو السبب، حتى اني ضخت من التفكير. باتريك، انا مالك؟ مالك اللي مثل خيك اللي بتوثق فيه اكثر من حالك؟ شو هذا ما بدا؟ شو صار حتى عم تتصرف معي بهالطريقه؟ شو اللي تغير؟ انا هذا اللي محيرني، ما بعرف اذا شو. قلي، الله يخليك قلي وريحني. من يوم دفن زينة لهلا وانا ضايع ومش عم بعرف شو عم بيصير. فهمني شو صار. مالك؟ فيلم من بيتي. فيلم باتريك، ما بدي اشوفك هون. فل من بيتي. ما لك حتى تتصرف معي هيك، فهمني شو صار. فل. باتريك، ما لك حتى تتصرف معي هيك. مكتب دوموزيل هنادي وين؟ تاني بابا شمال. بس انت مين سمح لك تفوت لهون؟ انا فوت مطرح ما بدي، ما في حدا ولا قوة بتمنعني. اذا بتمشي من هون انا مشغول كثير.
جيب لك الوردات تعبر لك عن اعجابي وحبي لك. يا ريت بتقدمهم لحدا غيري، انا ما بستاهل اهتمامك استاذ زهير. بس انا ما بدي حدا غيرك. بتأسفني اقول لك اني ماني الشخص المناسب. بس انا شايف العكس. نحن بمستشفى هون. انا ما بستسلم بسهوله وراح اعمل المستحيل تيصير يهمك الموضوع. وانا كمان ما بدي يصير بسهوله ومن المستحيل الموضوع يصير يهمني. عم بتعب حالك على الفاضي. تعبك راحه وانا كثير حابب اتعب معك. انا صرت بقدر فوت على المجتمع المخملي اللبناني والفرنساوي لان عندي كثير معارف. يعني معي رح تعيش عيشه عز. قلت لك ما بيهمني الموضوع. شو يعني تروح تشتغل على البور ماني قد المعام؟ طمن ما عم فكر حتى. رح تصير تفكر حتى لو يا عمي خلصنا بقى. استاذ شو عم تعمل هون؟ بعمل معرفة طفل؟ دوموزيل هنادي دكتور مجيد عايزك. رح فل بس قلها للست هنادي انه انا ما بينكسر بسهوله. انا زهير كامل. ليش لا؟ بس هي رح تقبل؟ وشو بيقولوا عن الناس؟ ما صدق امتى ماتت مرته حتى واهلها اكيد مش رح يقبلوا. ما هن بيكرهوني. لازم افكر منيح، لازم افكر منيح ولاقي طريقه. وين اخذوا يا؟ اوه خليني احكي لك. لعن ابوكن ابو اللي جابكن على البلد. انت صاحب محل؟ نعم. شو بتريد؟ في عمق تفتيش محل. تفتيش؟ شو التفتيش؟ روح عم احكي معك انا. شو بكون؟ لا تفتش. على شو بدك تفتش؟ جو فوار لي غولو دو سوا. بدي اشوف اغير. ايه انا بفرجيك الحرير. انت من وين جيبه أغير؟ انا بجيبه من تاجر معروف بالبلد ومعي فواتير. جو فو لي فوار. نعم؟ بدي اشوف فواتير. ايه بفرجيك الفواتير. عمال يكون انتوا ليه عشان كب الدواب. تفضل. هاي فواتير رسمية، كل اوراق رسمية، انا شرف. في كتير أغير بفوت تهريب على البلد. ايه أنا شو أعمل لك يعني؟ Excusez-moi pour le dérangement, monsieur. فريد. فريد. أزاجنك. Allez, on part! يلا عليه. عليه. عليه بلا رجعة. بيتكم ما انشفكم. تهلك شو عم يعمل الضابط الفرنساوي هون؟ شو عم بيعمل يا زلمه؟ الله يخلصنا منهم. هودي اكيد بيعتهم صاحبك زهير. لانه انا اول ما شفته قلت الله يسترنا منه. هلا زهير صاحب هذا الواطي؟ يعني عملوا لك شيء بالمحل؟ شو عملوا اول ما الايام بالمحل يا زلمه؟ أنا خايفة ماما فتوى. هذا الزلمة ما بيوقف عند حد. خالي أكيد مش رح يصبر كتير بوشه، خاصة أني أنا المهنية. بنظره ما بحرز حتى يتحمل كل هالضغط. والله يا بنتي وأنا كمان خايفة. هالزلمة ما رح يتراجع قبل ما يوصل لهدفه. وللأسف أنت هدفه. لوين بعد بدي اهرب؟ لوين بعد بدي اروح؟
لو الارض بتنشق وبتبلعني لارتاح من كل هالقهر والعذاب. ما تقولي هيك يا بنتي، لكل مشكل إلها حل. وشو هو هالحل؟ عندك ثقة فيي؟ أكيد عندي ثقة فيكي. تركيني أتصرف على طريقتي وما بتكوني إلا راضية وبأمان. أنا صار لازم أمشي. أكيد صاحبنا بيكون ناطرني برا. ما تخافي، أنا وصيت سهيل يراقبكم اثنيناتكم وما راح يخليه يأذيكي أبدا. لو ليكي أنت وسهيل ما بعرف شو كان صار فيي. حبيبتي الله معي، انتبهي على حالي. لازم يكون وصل الجواب.